السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم بكل خير وأجمل صباح لكم، فكل صباح جديد يحمل وعدا جديدا بحياة أفضل بإذن الله، وأصبح بالخير على زميلتي منية. صباح الورد يا منية. صباح النور لك عبد الرضا، وصباح الخير لكل من يتابعنا من مشاهدين تلفزيون الكويت والقناة الأولى في هذه الإطلالة الصباحية اليومية في برنامج صباح الخير يا كويت. اليوم في برنامجنا راح نسولف مع الدكتور خليفة اليتامى اللي هو طبعا اختصاص الجراحة العامة، راح نتكلم عن اختصاص الجراحة العامة والصعوبات اللي واجهها يمكن اللي موجودين في هذا المجال وغيرها طبعا من تفاصيل كثيره، بالاضافه راح نتكلم عن استراتيجيه الاعلام. استراتيجيه وزاره الاعلام لمده 5 سنوات راح تكون معنا الاستاذه امينه خالد، راح تتكلم عن تفاصيل هذه الاستراتيجيه والاهداف المرصوده لها في لقاءاتنا، الى جانب طبعا لقائنا مع نجيب القحطاني راح يكون في احد المواقع الخارجيه، لكن مثل ما عودناكم نستهل الحلقه مع ابرز ما جاء في الصحافه المحليه من عناوين بعد الفاصل. أهلا بكم مشاهدينا مع عناوين الصحف المحلية هذا الصباح، راح نبتديها مع جريدة الراي. سموه دعا الحكومة الجديدة إلى مواصلة مسيرة الإصلاح وتنفيذ البرامج الاقتصادية، ولي العهد للوزراء اعملوا فريقا واحدا. الخالد والوزراء أدوا اليمين الدستورية أمام سموه. سمو ولي العهد للحكومة الجديدة، نتطلع بكل أمل وتفاؤل إلى أن يسود التعاون المثمر البناء بين السلطتين. جريدة الكويتية، مجلس الوزراء يعقد اجتماعه الأول بعد صدور مرسوم التشكيل الوزاري وأداء اليمين الدستورية. سمو رئيس مجلس الوزراء يتقدم بالشكر والاعتزاز على الثقة الغالية لحضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظهما الله ورعاهما. جريدة القبس، مجلس الوزراء يعتمد نقل تبعية بعض الهيئات والمؤسسات وتشكيل اللجان الوزارية الدائمة. كويتيان ضمن 4 فائزين بجوائز المعلوماتية. ننتقل إلى جريدة النهار، 399 حالة جديدة إصابات كورونا اليومية تواصل الارتفاع. الإطفاء تدعو إلى الحيطة والحذر لعدم استقرار الحالة الجوية. جريدة الأنباء، الوزارة تنسق مع الأرصاد الجوية والجهات المعنية بصفة مستمرة. رئيس طوارئ محافظة حولي، الأشغال وزعت فرق الطوارئ بجميع المحافظات خلال هطول الأمطار. حماية البيئة، خطط تنفيذية لتعزيز المرونة المجتمعية للتخفيف من آثار المخاطر. بهذا الخبر انتهى جولتنا في الصحافة المحلية، فاصل ونعود لكم.
أهلا بكم من جديد. خطوات كبيرة تخطوها وزارة الإعلام نحو تطوير الجهاز الإعلامي الحكومي لتمكينه من ممارسة دوره في تحقيق التنمية المستدامة، وليصبح مصدر أساسي للمعرفة وأيضا منظم للخدمات ومحفز للريادة والتميز. في هذا الإطار وضعت وزارة الإعلام استراتيجية إعلامية متكاملة تسعى من خلالها لتحقيق عدد من الأهداف باتباع آليات تنفيذية. رح نتعرف عليها اليوم بمزيد من التفاصيل مع ضيفتنا الأستاذة أمينة خالد، وهي عضو لجنة متابعة وتنفيذ استراتيجية وزارة الإعلام 21-26. صباح الخير أستاذة. صباح الخير، هلا والله، مرحبا، حياك الله ويانا. في البداية خلينا نطلع السادة المشاهدين على نبذة مختصرة عن الاستراتيجية وأبرز أهدافها. الاستراتيجية هو شوي مصطلح ثقيل من خصوصا من الصبح. صحيح. هي تقريبا خطة إنزين للوصول حق هدف معين. الاستراتيجية هو هدفها الأساسي استدامة ووضع أهداف واضحة حق الوزارة وتوضيحها يعني بشكل متطور أكثر. من أهم أهدافها هي الهيكلة والميكنة والحوكمة، يعني مصطلحات ثقيلة أثقل من الاستراتيجية، خلينا نوضحهم شوية. باختصار الحوكمة هو أي شيء يحكم الأشياء الإدارية، اللي هي القرارات الإدارية اللي تضبط العمل وش اسمه وتوضح آلية العمل وتحكمها أكثر. والميكنة هو تحويل كل شيء إلكتروني أو أونلاين. أما الهيكلة طبعا هو هيكلة الهيكل الوظيفي وتعديله وبرازه بشكل أوضح حق الوزارة والموظفين بشكل عام. ممتاز. طيب لو نتكلم عن الإشراف عن تنفيذ هذه الاستراتيجية، طبعا راح يتم من خلال لجنة حضراتكم فيها لهذا الغرض، فكلمينا أكثر عن شكل هذه اللجنة وأبرز مهامها. اللجنة طبعا بقيادة رئيس اللجنة الأستاذ وكيل المساعد لقطاع التخطيط الإعلامي محمد بن ناجي. نعم. والأعضاء تم اختيارهم من موظفين الوزارة الشباب، اللي أنا منهم، اللي اشتغلنا أساسا بورشات العمل من بداية إطلاقها اللي أطلقها معالي الوزير السابق الأستاذ عبد الرحمن المطيري. أطلقها من ورشات عمل والتقى بجميع قطاعات الوزارة 13 قطاع مع جميع الموظفين، وسمعنا مشاكلهم، سمعنا اقتراحاتهم واللي يبون يصير بالوزارة. ومنها شكون هذه اللجنة اللي حق عشان تتابع الخطط اللي طلبوها ويتم ترجمة الاستراتيجية إلى خطط تنفيذية. وهم من مهمتنا أن نتابع الخطط التنفيذية اللي وضعوها القطاعات إنزين نشوفها بالشكل الواقع، وتكون طبعا على خطى الاستراتيجية اللي احنا كاتبينها. احنا بس نوضح للسادة المشاهدين يعني الاستراتيجية هذه مو وليدة اليوم، صار لها مجموعة من الأشهر، خلينا نقول عدة أشهر، فمن انطلاقها إلى اليوم إلى أي مستوى ممكن نقول تحققت بعض الأهداف أو بينت يعني بعض الأهداف؟ هي بينت أكثر شيء بالميكنة، وايد في وايد أشياء تحولت إلكترونيا، من ضمنهم طبعا إطلاق موقع بشكل جديد حق وزارة الإعلام. نعم. التطبيق الإلكتروني لوزارة الإعلام اللي يضم القنوات الفضائية والإذاعية، تحويل مجلة الكويت حق أونلاين، وطبعا تم أرشيف بعض من إصداراتها هم أونلاين يقدرون يشوفونها بأي وقت. وحتى جريدة الكويت، يعني في وايد أشياء صارت أسهل سواء للمراجع أو الموظف، وهي كانت من ضمن الأهداف المرصودة يعني. إيه نعم. طيب لما نتكلم عن أهم الأعمال اللي قامت بها اللجنة في إطار متابعة يعني وتنفيذ هذه الاستراتيجية، أهم الأعمال أن وايد حرصنا أن نتابع الموظفين ونسمع منهم إيجابياتهم ل يعني لصدى الاستراتيجية. نعم. سوينا طبعا إرشادات حق نظام العمل حق كل قطاع، وكل موظف يكون شنو دوره وشنو الخدمة اللي يقدر يقدمها طبعا من إلى. وهذه تقريبا أكثر شيء يعني. عساكم على القوة، وإن شاء الله إحنا كموظفين في وزارة الإعلام نتلمس هذه الأهداف على مدى هذه الخمس سنوات. كل الشكر على وجودك ويانا اليوم. شكرا لضيفتنا الأستاذة أمينة خالد، عضو لجنة متابعة وتنفيذ استراتيجية وزارة الإعلام 21-26. فاصل ونعود لكم.
مشاهدي الكرام، اصبح عليكم الخير، اصبح على الزميل عبد الرضا وعلى منيا، ومثل ما احنا عودناك في لقاءاتنا وجولاتنا، احنا اليوم موجودين في مركز الشرق الاحمدي الصحي التابع لمنطقه الاحمدي الصحيه، والحديث حول ضروره تلقي الجرعه التعزيه الثالثه من لقاح كوفيد 19 ومتحوراته، وكذلك لتقليل المضاعفات والوفاه من كوفيد 19 وتوفير حمايه اكبر للفئات الاكثر عرضه للاصابه. لكن نتكلم اكثر واكثر عن هذا الموضوع معنا الدكتور سالم مبارك البلوشي، رئيس المركز والمشرف على حمله التطعيم في المراكز. دكتور صباحك الله بالخير، يعطيك العافية وعساك على القوة. الله يسلمك ويسعد صباحكم، يسعد صباح القائمين على برنامج صباح الخير الكويت وفرات الطاقم والجميع المساهمين في الحملة هذه. دكتور، ودنا نتكلم كذلك يعني الحديث حول ضرورة أخذ الجرعة التعزية الثالثة وأهميتها والفئات المستهدفة في لأخذ هذه الجرعة. نعم، طبعا مثل ما تعرفين احنا الحين للحين في فترة أزمة الوباء، الجرعة الثالثة اللي هي التنشيطية التعزيزية جدا مهمة في هالفترة هذه لرفع المناعة، وأيضا للهدف تقليل انتشار حدة الفيروس وتقليل الإصابة بين فئات الاختطار اللي موجودة عندنا في المجتمع. مثل ما دكتور كنا نتكلم يعني هالجرعة الثالثة الآن ما شاء الله بديتوا في جميع المراكز عندكم، ما شاء الله في مراكز كثيرة في منطقة الأحمدي الصحية حتى نتكلم عنها وطريقة أخذ هذه الجرعة يعني وتسهيل، ما شاء الله احنا قاعد نشوف اللي ياخذ الجرعه ما يطول يعني اقل من 5 دقائق يكون ماخذ الجرعه ومتوكل على الله. اكيد الحمد لله، يعني فتره اخذ الجرعه التنشيطيه الثالثه طبعا هي للاشخاص اللي مرت عليهم 6 أشهر من الجرعه الثانيه، والحمد لله كثره المراكز الموجوده عندنا في المنطقه وفي على مستوى الدوله بشكل عام متوفره وبكثره ومنتشره، ف سهلة العملية، سلسة، ما تطول يعني أكثر من 5 دقائق إن شاء الله من دخول المراجع وأخذ الجرعة التنشيطية. الطاقم جدا متعاون، الكادر الفني والإداري ما شاء الله متواجدين، وسهلة العملية وبسيطة. الهدف توصيل أكبر شريحة ممكنة أخذ الجرعة التنشيطية وتعزيز المناعة المجتمعية. دكتور، لو نتكلم عن أوقات العمل عندكم، يعني حسب ما احنا نعرف أن أنت عندكم الفترة المسائية مفتوحة أبوابكم، المركز مفتوح أبوابكم، لكن حق التطعيم عندكم فترة معينة. نعم، معظم المراكز طبعا اللي تساهم في عملية التطعيم المراكز الصحية تشتغل بالفترة المسائية من الساعة 3 مساء للتاسعة مساء تفتح أبوابها، ما عدا طبعا المراكز اللي هو الكبيرة مثل مركز أرض المعارض جسر جابر، أعتقد اللي هو المواعيد مفتوحة من الصبح إلى الليل، ولكن المراكز الصحية نظرا لتخفيف الزحمة على المراجعين في الفترة الصباحية فاضطروا أن يخلون الفترة المسائية أفضل لسهولة العملية. لابد انه ياخذ موعد مثلا مسبق على اساس انه يعني خلاص يجي بالوقت المحدد يقدر ياخذ الجرعه وتوكل على الله. نعم طبعا مثل ما فرضت علينا وزاره الصحه اخذ الجرعه التعزيزيه الثالثه في المراكز يتطلب اخذ موعد. الموعد هو يحدد المركز اللي يروح له وياخذ فيه لذلك لتسهيل العمليه عشان لا تصير الزحمه ولا يصير اللي هو التجمعات عندها. نتكلم عن عدد المراكز اللي موجوده عندكم في منطقه الاحمدي الصحيه. في منطقة الأحمدي الصحية تقريبا عندنا يعني مع آخر مراكز افتحوا 11 مركز تقريبا يغطون المستوى على مستوى محافظة الأحمدي، ومن الساعة مثل ما قلنا من الساعة 3 إلى الساعة 9 مساء. دكتور، الحلو يعني إن ما شاء الله في الجرعة التنشيطية الثالثة هذه إن ما شاء الله أرض المعارض يعني مركز الكويت للتطعيم في أرض المعارض يفتح أبوابه كذلك يعني بدون موعد، خلينا نتكلم عن جسر جابر كذلك بدون موعد، مركز الشباب في منطقة جيلب الشو كذلك إنه بدون موعد، هذه بدون مواعيد يروحون لها، يروح لأي شخص مجرد إنه يكون فقط بطاقة المدنية موجودة معه ويروح يطعمها. اي طبعا سواء بطاقة المدنية او حتى على الاقل الموعد اللي معه مثلا بالتليفون او اللي هو برنامج هويتي اذا ما عنده بطاقة مدنية، اما بالنسبة للمراكز فهي عن طريق المواعيد، واذا مثل ما نقول اي شيء صار احنا بالعكس ابوابنا مفتوحة للجميع، هم نقدر نساعد في حالات معينة. كذلك نطمن المشاهدين الكرام يعني عند اخذ هذه الجرعة يقول لك والله انا احس مثلا في عوار بسيط جدا، يعني هالعوار هذه يطول يوم يومين بس على الاقل حتى نطمنهم ما شاء الله عندكم الامور كلها طيبة. نعم طبعا لا ننكر ان الاعراض الجانبيه الخفيفه اللي هو لاول يومين موجوده في اخذ اي ابره، ممكن اللي هو الم مكان الابره الخفيف، احمرار في مكان الابره، سخونه خفيفه في مكانها، الصداع اللي هو بيومين، وطبعا هذه اعراض جانبيه معروفه ومؤقته بمده يومين وان شاء الله تروح مع اخذ العلاجات والراحه في البيت. اهميه اخذ الجرعه قبل وبعد، أخذ الجرعة مثلا أنا قبل لا تأخذ الجرعة أقول في احترازات يتخذها وبعد ما أخذ الجرعة في احترازات. طبعا شوف أخوي نجيب، الاحترازات موجودة قبل وبعد وعلى طول، يعني أنت من الأهم الأسلحة اللي نستخدمها في محاربة الوباء اللي هي الاحترازات الصحية، منها لبس الكمام، التباعد الاجتماعي، عدم الخروج إلا للضرورة، عدم الاختلاط مع الناس إلا يعني ما يكون في اختلاط مباشر
مع الناس. هذه كلها هذه الأسلحة موجودة لازم نستخدمها سواء قبل أو بعد، هذه الأمور موجودة. دكتور الآن ما شاء الله شلون الإقبال عندكم في المركز يعني حاليا في مركز الحمد؟ الحمد لله طبعا احنا الإقبال موجود عندنا طبعا من زمان من أيام الجرعة الأولى والثانية، احنا ما شاء الله شغالين الإقبال عندنا موجود. مع الجرعة الثالثة في إقبال متزايد نسبيا، مثل ما تشوف تقريبا وصلنا الحين بالكويت إلى 400,000 أو 420,000 تقريبا للجرعة التعزيزية، ومتوقعين أن يزيد الإقبال هذا مع نشر الوعي طبعا بعد بين الناس، متوقعين هالشيء. خلنا نوضح للمشاهد أكثر وأكثر عن هذا الموضوع. البعض يقول لك والله بعد 6 أشهر من الجرعة الثانية، والبعض يقول لك بعد 4 أشهر من الجرعة الثانية، أو يقول لك بعد 3 أشهر من الجرعة الثانية. حتى نوضحها للمشاهد بعد ما تأخذ الجرعة الثانية إيش كثر تتم أساس أنك تأخذ الجرعة التنشيطية الثالثة؟ هو الطبيعي اللي أقروه بالبروتوكولات إنه بعد هو 6 شهور طبعا، مثل ما صرحوا لجنة التصدي لوباء كورونا بالكويت إنه ممكن 4 شهور يأخذونها، ولكن لفئات معينة وهي فئات الاختطار، الكبار السن فوق 55 سنة 60 سنة، اللي معاهم أمراض مزمنة، اللي لظروف معينة لظروف خاصة إنه ممكن يأخذونها، وهذا يكون طبعا في أرض المعارض في مشرف. أفضل شيء متى يعني بعد 6 أشهر أفضل شيء ولا بعد 4 أشهر؟ هو مثل ما احنا نقول متى ما تقدر تاخذها روح اخذها، الطبيعي هو يكون 6 أشهر اللي صار روح عليها. اي نعم. زين دكتور قبل ان نختم هذا اللقاء النصيحه. والله النصيحه مثل ما نقول يعني احنا الى الان عايشين الازمه، الى الان ما انتهينا منها، فيفضل كنصيحه ان نزيد الوعي بين الشعب، ما نستهين بالموضوع، لان الاحترازات الصحيه لازم نقوم فيها، التباعد الاجتماعي الى الان لازم نقوم فيه، لبس الكمام او الماسك، عوامل الوقايه نقوم فيها. احنا الى الان في مرحله يعني الوباء، كثر ما نقدر نبي نحمي فئات الاختطار، نبي نحمي المقربين منا، اعزائنا، اخواننا، اهالينا، كبار السن، أشخاص اللي ذوي المناعة المنخفضة، الأشخاص اللي عندهم أمراض مزمنة، هذولا وايد معرضين لهذا الوباء، وإن شاء الله يعني الله يسهل علينا ويزيل عنا الأزمة هذه بحيل الله. دكتور يعني ما شاء الله 51 مركز ما شاء الله متوفرة في جميع المحافظات، بالإضافة إلى جسر جابر، مركز جسر جابر، مركز أرض المعارض في مشرف، مركز الشباب، هذه الأبواب كلها مفتوحة لأخذ هذه الجرعة بكل سهولة، أي مركز موجود تقدر تأخذ هذه الجرعة. اي نعم، يعني كثر ما نقدر نبي نسهل العمليه للكل، نبي نوصل المناعه المجتمعيه لجميع شرائح المجتمع، كثر ما نقدر نحاول ما نبي نوقف، يعني بالنهايه هي عمليه نبي نخلص منها كثر ما تقدر، تخلص منها باسرع ما وقت، كثر ما انه تقدر ترتاح تاليا بالمستقبل، تتعب بالبدايه ترتاح بالنهايه ان شاء الله. يعطيك العافية دكتور سالم مبارك البلوش، رئيس المركز والمشرف على حملة التطعيم في مركز شرق الأحمدي الصحي. مشاهدي الكرام كنا معكم في هذا النقل المباشر من مركز شرق الأحمدي الصحي التابع لمنطقة الأحمدي الصحية، وتحدثنا عن يعني ضرورة أخذ الجرعة التعزية الثالثة لكم ولحماية لكم ولأهاليكم وللجميع. راح نرجع إلى منيا وإلى عبد الرضا لتكملة فقرات برنامج صباح الخير، لكم الهواء تفضل. Yeah.
عودة معكم لاستديو صباح الخير الكويت، وطبعا نود أن نشكر زميلنا نجيب القحطاني والدكتور البلوشي، وبلا شك بأن الجرعة التعزيزية الثالثة مهمة جدا خصوصا مع ارتفاع عدد الإصابات حول العالم بكورونا، وبالتالي طبعا الجرعة التعزيزية أكيد إن شاء الله يعني راح يكون فيها الوقاية من هذا المرض، ونتمنى السلامة للجميع. ونحن نتكلم عن الاختصاصات الطبية، نسولف اليوم عن الجراحة العامة اللي هي أحد أشهر فروع الطب، ويختص طبعا بتشخيص الأمراض اللي تحتاج لعمليات جراحية وعلاجها. لكن عمل الجراح ما يقتصر أكيد على إجراء العمليات الجراحية فحسب، بل متابعة حالة المريض ورعايته قبل وأثناء وبعد الجراحة بالتأكيد. عن هذا التخصص وأهميته وصعوباته يحدثنا اليوم ضيفنا الدكتور خليفة اليتامة، اختصاصي الجراحة العامة. صباحك الله بالخير. صباحك الله بالنور. نور استديونا دكتور. والله نور نوركم. حياك الله. خلينا نتكلم في البداية عن الجراحة العامة أكثر، يعني خلينا نفصل شنو مفهوم الجراحة العامة. في البداية أشكر لك هذه الاستضافة الكريمة وتشرفنا معرفتك. الجراحة العامة هي أهم تخصصات الطبية وتخصص حيوي وحساس في المنظومة الصحية. يعتبر دراسة الجراحة العامة بعد البكالوريوس الطب البشري بعد تقريبا 5 سنوات مدة الدراسة. اختياري للتخصص الجراحة العامة وجدت في يلمس مشاعر المرضى، فهو ينقلهم من حالة اللي هو الألم قبل العملية والمرض، وبعد العملية تجد اللي هو التغيير الكامل، فتجد أنت تعيش مع المريض أقصى حالات النفسية مع المريض، أقصى الشعور عنده، فتلقى قبل العملية هو في آلام وفي أحزان، بعد العملية تجد التغيير كامل. فيعني أحد المواقف اللي أثرت فيني شخصيا يعني حادث حق شخص في مقتبل العمر، عمره 20 سنة. هذا الحادث أدى إلى يعني نزول حال العلامات الحيويه وهو على شفا حفره من الوفاه. سبحان الله. فلما تشوف هذا الموقف وتشوف الاهل خارج غرفه الانعاش هم في حاله من الذعر وقلقين، وتدخل انت وتشوف انه لا والله هذا المريض يحتاج عنده نزيف داخلي، تاخذ غرفه العمليات في سرعه وتدير العمليه كلها، انت ليس فقط جراح تقني اللي هو تسوي العمليه فقط، لكن اداره الموضوع هذا كله. سرعه القرار. نعم. فسرعه القرار، كذلك استعداد انه هو نقل الدم للمريض، نقله الى غرفه العمليات، فتروح بعدين غرفه العمليات الاضواء مشحونه شوي، الامور بسرعه تبي تخلص، المريض ضغط الدم قاعد ينزل، فتدخل تفتح المريض، تستأصل الامور اللي قاعد تنزف، تعالج النزيف، بعد 3-4 أيام المريض يمشي بإذن الله سبحانه وتعالى. فهذه أحد الشغلات اللي الحمد لله يعني تجد هذا الشعور، تجد تكون جزء من الفرد العائلة هذه المريض. نعم. هذه التخصص هذا أحد اللي خلاني أحب الجراحة العامة بشكل عام. جميل. طيب أكيد يعني في هذا التخصص تواجهون خلينا نقول حالات متعددة، شنو أبرز الحالات اللي تعالجونها أو اللي يعني تكون من ضمن اختصاصكم؟ طبعا الجراحة العامة احنا نختص في جميع الأجهزة الداخلية للجسم، مثل الجهاز الهضمي. نعم. وفروعه مثل المعدة، الأمعاء الدقيقة، الأمعاء الغليظة، كذلك الكبد والبنكرياس. فنعالج الأمراض هذه والعمليات المرتبطة فيها والأورام المرتبطة فيها. كذلك الغدة الدرقية والجار الدرقية. نعم. كذلك اللي هو أورام الثدي. نعم. والأمراض المصاحبة للثدي كذلك. الجلد لعل أيضا؟ الجلد ايضا. الجلد لا تخصص بروحه، لكن اورام الجلد احنا نتشارك مع جراحه التجميل في. نعم. في بعض العمليات. نعم. هذه احنا شو بتلزم موضوع الاي ار والسرعه الفائقه في اسعاف المرضى، فكلمنا عن موضوع جراحه الحوادث وشلون يعني مهمه جدا لانقاذ حياه الكثير. طبيعي، لان جراحه الحوادث تكون very instant يعني سريعة، فالآن اللحظة هذه يجب هي مهمة في لحظتها. فيكون أول شيء القرار جدا لازم يكون سريع وحيوي ولازم يكون دقيق، فأخذ المريض من غرفة الإنعاش إلى غرفة العمليات هذه لازم تكون مرنة وبسلاسة، ووجود فريق كامل، ففريق اللي هو فريق التخدير على هبة الاستعداد لإنعاش المريض، كذلك الجراحين، الفريق الجراحي يكون موجود، كذلك
نقل الدم إلى المريض. فالمنظومة هذه الشاملة كلها مهمة علشان هذا المريض الذي جدا في حالة حرجة جدا يطلع إن شاء الله بعد 3-4 أيام يمشي على. بلا شك بأن ما شاء الله جهد جبار. الدكتور ذكرت قبل شوي يمكن أهم صفات الطبيب الناجح أو الجراح خلينا نقول على وجه التحديد القرارات السريعة الدقيقة. حدثنا عن هذا الموضوع ومدى الضغط اللي يحس فيه الطبيب واللي هو أصلا لازم يأخذ مثل هذا القرار لإنقاذ روح. طبعا عندنا احنا مثل مشهور اللي يقول لك a good surgeon must have an eagle's eye. نعم الجراح الجيد يجب ان يكون عنده عين صقر. نعم نعم. A lion's heart. وقلب اسد. And a lady's hand. ويد ناعمة مثل النساء. فهو نعم. يمكن هذه الشغلات اللي يعني اقدر افصل فيها اللي هي تبين اللي هو الصفات المميزة للجراح المتميز. فالنقطة الاولى هي عيناس النسر. صقر او هو يكون سريع البديهة طويل الملاحظة كذلك يرى الأمور بنظرة شاملة. نعم. يربط التفاصيل الصغيرة فتجد مثلا هذا الأعراض مرتبطة مع المرض لا والله هذا المريض يحتاج مثلا تدخل جراحي فيحتاج هذه الأمور. كذلك قلب الأسد هو يحتاج القرار الشجاعة وقرار يعني سليم وقوي سليم. قرار سليم صاحب مسؤولية صاحب اللي هو القرار السديد. نعم. كذلك يتحمل المسؤولية. نعم. ويتحمل الضغط والصبر أحيانا تكون عملية متغيرة. نعم. تتغير أحداث العملية نفسها خلال وقت العملية خلال نفسها فيحتاج يكون صبور يحتاج يكون يعني يتحمل هذا الضغط أحيانا. نعم. أنت في البأس. إجراء العملية تتغير إجراء العمود تكون أنت فهذه أحد الصفات المهمة جدا. نعم. كذلك هو الليديز هاند اللي هو المهارة طبعا المهارة. نعم. المهارة وكذلك الدقة في العمل لو تلاحظ أن يعني أخواتنا النساء دقيقين في العمل. نعم. وهذه المهارة مطلوبة لأن أنت تنقذ حياة الأرواح إنقاذ الحياة الأرواح اللي هو الدقة في العمل جدا مهمة فإحنا ما نتحمل أي خطأ لو كان بسيط. نعم. لأن راح يكلف حياة المريض فلذلك الدقة في العمل والمهارة في العمل اليوم حتى المهارة ليست فقط يدوية لأن تغيرت الأجهزة عندنا اللي هو العمليات عن طريق المنظار كذلك العمليات في الروبوت الجراحي وإحنا قاعد نتطور فلذلك العمليات ليست فقط بدايتها قاعد نتطور يعني قبل كنا بداية نسوي العمليات مثلا دودة زايدة مثلا نسويها بالفتح الجراحي. نعم. اليوم لا في المنظار. نعم. اليوم أغلب العمليات اللي تحتاج مثلا خياط داخلي تتعمل في المنظار. نعم. هذه الشغلات المميزة كذلك عندنا مثلا العمل الجماعي التعامل مع المرضى هذه كلها احد الصفات المتميزه اللي يجب ان تتوافر في كل جراح. نعم عند التعامل مع المرضى ليش دائما الجراحه العامه مرتبطه بشكل عام بالتوتر الكبير والخوف والقلق سواء عند طبعا لعل المريض او حتى اهل المريض مثل ما ذكرت اللي ناطرين برا مثلا. طبعا هذا يعني احد الاسئله المهمه المريض يعني لازم نفهم انه هو مر بتجربه فريده وصعبه تروماتيك. لأن أول شيء نتكلم قبل العملية زين احتياجه للعملية ما هو واحد دخل يعني في الغالب طبعا ما هو واحد دخل قال يلا خلينا نسوي لي عملية. هناك أمراض اشتكى منها. نعم. يعني يمكن ما قدر يداوم ما قدر يروح ما قدر يشتغل ما يقدر بعضهم ينام عندي أحد يعني المرضى 3 أشهر لا داوم أثر على فلوسه خسر عليه خصم فهو مر في تجربة قاسية فعنده مخاوف إنه هو أنا هل يعني ما قال بي كيورد يعني. نعم. هل راح في علاج لي لأن أنا شفت سوف يصل لحل. نعم. أنا شفت الـ يعني شفت أحلام زين فهذا يعني متوقع التجربة هذه. الشيء الثاني إنه هو جاي في داخل عملية فهو مسلم إيده للجراح. نعم. فهو أول شيء لازم يثق فيك الشيء الثاني هو خايف. أكيد. زين شنو راح يصير في العملية. نعم. هل الأمور. نعم. راح تمشي مثل ما هو متوقع لأن إحنا نسمع في لا سمح الله مضاعفات لا سمح الله يعني نسبة نجاح العملية فطبيعي الإنسان يمر بخوف. نعم. كذلك الأسئلة اللي هو بعد العملية أنا متى أقدر أداوم متى أقدر يعني متى أتخلص من الآلام هذه الآلام الجراحية. فهذه كلها مهمة لكن هذا الشيء يعني مثل ما هو إحنا نتفهمه لكن دورنا إحنا لا إحنا دورنا راح نبدد كل هذه المخاوف وراح نشرح الأمور على أصولها. نعم. إنه هو سواء للمريض أو أهل المريض طبعا فإنه هو هذه الأمور هذه مثل ما هي في مخاوف يعني understandable. نعم. لكن
باذن الله زين تحت ايدي الجراحين الكويتيين المتميزين مهارة وعارفين شغلهم. النسب هذه جدا ضئيله، المخاوف هذه قد تكون يعني موجوده، نعم. لكن نسبه نجاحاتنا الحمد لله وعملياتنا الحمد لله بشكل كبير امنه وناجحه. فهذا الخوف او هذا القلق يعني غير مبرر احيانا، لكن احنا نتفهم هذا الشيء. هل صحيح بان الزائده الدوديه والمراره هما اكثر انواع العمليات اللي تسوونها في الجراحه العامه، ام هناك لعله ايضا عمليات اخرى يعني منتشره؟ صحيح، يعني يعني اغلب العمليات اللي نسويها اليوم يعني استئصال الزائده الدوديه وكذلك استئصال المراره من اكثر العمليات، لكن في عمليات أخرى مثل عمليات الدرقية والجار درقية، عمليات السمنة، نعم. عمليات استئصال الأورام الله يكافينا الشر، كذلك عمليات اللي هي متعلقة بالشرج مثل الناسور والبواسير، نعم. والشارخفة. فهذه أغلب العمليات يعني اللي نسويها بشكل تقريبا أسبوعي. يمكن راح أتحدث أيضا أكثر عن العمليات بعد شوي تفاصيلها، لكن في ملاحظ بين بالآونة الأخيرة قاعد يصير قلق عند الكثير خصوصا عند الأصغر سنا من موضوع الأورام، فلو تعطينا أيضا يمكن فكرة عن هذا الموضوع. طبعا هذا سؤالك وايد مهم، خصوصا كلمة أورام كلمة يعني مهمة، نعم. لأن لا سمح الله إذا إنسان حاش الورم راح يغير مجرى حياته. أكيد. فإحنا بتكلم أنا من نقطتين، أولاً النقطة الأولى في الأورام، ما في أغلب في غالبية الأورام ما نعرف الأسباب المسببة لها. سواء حميدة أو خبيثة. إحنا بنتكلم بشكل عام حق الخبيثة. نعم. فما نعرف ما لها أصل، يعني هناك عوامل وراثية وهناك عوامل مثلاً مرتبطة بالمنشأ بالبلد. زين اللي مرتبط مثلا بياض البشره لهم مثلا اورامهم، سمار البشره كذلك مرتبط، المكان القاره لهم كلهم اورامهم، ما ندري اسبابها. نعم. في غالبيه الاورام يعني في اجزاء معينه في الاورام تكون عاده وراثيه، بس احنا ما قاعد نتكلم عن هذه. نعم. لكن انا يهمني النقطه انه هو في هناك اسباب احنا نعرف، احنا نعرف ليش يعني مسببات السرطان هذه. نعم. وهذه نقطة مهمة جدا، وهذه يعني يمكن رسالة للجمهور انه هو في اسباب للسرطان احنا نقدر نقللها، فلذلك الوقاية من العلاج مهمة، يعني درهم وقاية خير من قنطار علاج. فلذلك مثل التدخين، مثل الشيشة، نعم. مثل التعرض لأشعة الشمس بدون حماية، كذلك السمنة والأكل الصحي والابتعاد عن المواد الكيميائية والإشعاع، هذه الأمور هذه الإنسان يقدر يتجنب هذه الأورام. فهذه جدا مهمة، يعني صحيح في انتشار للأورام لكن الوقاية مهمة انك انت نقلل نبي هذه النسبة. لذلك نلقى اليوم شبابنا وفتياتنا للأسف يعني يمارسون بعض العادات مثل التدخين، وهذا شيء جدا سلبي للمجتمع ككل، وهذا دورنا احنا كأطباء كذلك كمجتمع مدني وكمؤسسات صحية وجمعيات النفع العام والشركات بشكل عام. الجزء الثاني اللي بتكلم عنه وهو مهم في موضوع الأورام اللي هو نتكلم عن الكشف المبكر، نعم. للأورام، وهذا دوري كجراح خصوصا عند النساء سرطان الثدي. نعم بالضبط. نعم. فعندنا احنا يعني خصوصا انا اتكلم من طبيعة شغلي اللي هو سرطانات القولون، زين، وكذلك اللي هو سرطانات الثدي. هذه الكشف المبكر يقي يعني يعالج السرطان بنسبه كبيره، نسبه قد تصل الى 100%، وهذا رقم جدا يعني مؤثر. نعم. فاليوم هذه الحملات التوعويه اللي موجوده مثل القولون للسرطان، والدولة قاعد توفر هذا الفحص المجاني أيضا للمواطنين. نعم. وهذا مهم، هذا دورنا، يعني دور كل فرد من أسرة إذا عنده أحد فوق 50 سنة لازم يعمل منظار وقائي تقريبا كل 10 سنين للقولون، لأن اليوم اللحمية زين هذه بعد 10 سنين بعد مع التغييرات تتحول إلى ورم سرطاني. إلى ورم سرطاني. فإحنا اليوم كان ممكن فقط منظار، نعم. انتقلنا إلى عملية كبيرة وكيماوي بعد العملية، نعم. وقد يعني تصل نسبة الشفاء تتغير من مرحلة إلى مرحلة. نفس الشيء سرطان الثدي، اليوم احنا نسوي ماموغرام حق واحدة فوق 40 سنة، زين، قد نكتشف ورمة صغيرة، نعم. نستأصلها نسبة شفائها وعلاجها توصل 95%. بإذن الله. لكن إذا ما سوينا هذا الكشف المبكر لا ممكن لا سمح الله يعني يتطور الى مرض خبيث، ولا سمح الله ممكن يفقد الانسان حياته. مثل ما تفضلت الكشف المبكر جدا مهم، ولله الحمد ايضا طبعا وزاره الصحه عندنا في الكويت توفر مثل هذه الفحوصات سواء للنساء او للرجال بالنسبه للقولون. بلا شك دكتور جهد جبار وكبير تقومون فيه
في العمليات خصوصا في الجراحة العامة، فيعطيكم ألف عافية وأكيد دائما في ميزان أعمالكم. شكرا لك دكتور. إذا كل الشكر والتقدير لضيفنا الدكتور خليفة اليتامى اختصاصي الجراحة العامة على هذا اللقاء المتميز. ما زال عندنا أيضا فقرة جدا مهمة هني في صباح الخير الكويت، خليكم معنا وإحنا وياكم إن شاء الله بعد الفاصل. حياكم الله من جديد مشاهدينا، راح نروح معكم في فقرتنا التالية إلى مدينة غرينتش. مدينة غرينتش تقع في جنوب شرق لندن في المملكة المتحدة، تم اختيارها عالميا لتشكل هذه المدينة نقطة صفر الزمان، وعلشان كذي التوقيت يسمى توقيت غرينتش اللي هو التقاء خطوط الطول ودوائر العرض في العالم عند نقطة صفر الزمان. وفي ناس تزور مدينة غرينتش علشان تشوف هذا المكان الذي يمثل نقطة صفر الزمان لتحديد توقيت كل مدينة في العالم. خلينا نشوف أكثر عن مدينة غرينتش. مدينة غرينتش هي بلدة من البلدات البريطانية التي تعتبر جزءاً من مدينة لندن، وتقع في الجهة الجنوب شرقية في لندن. وتعد مدينة غرينتش من الأماكن المهمة في المملكة المتحدة بسبب اهتمام العائلة المالكة البريطانية بالمدينة في القرن 15 للميلاد، فعملوا على بناء قصر بلسانتيا الملكي فيها، والذي سكنت فيه كل من الملكة إليزابيث الأولى والملك هنري الثامن. وأيضاً تحتوي المدينة على العديد من الكليات العسكرية والعديد من المعالم الحضارية مثل حديقة غرينتش وسوقها ومنطقة وسط مدينة غرينتش. تتميز مدينة غرينتش بموقعها الجغرافي الذي ينصف الكرة الأرضية ومدينة لندن ونهر التايمز الذي تقع بالقرب منه، إذ يوجد النصف الأول من مدينة غرينتش في الجهة الشرقية، أما النصف الثاني فيوجد في الجهة الغربية. وتحتوي مدينة غرينتش على العديد من التضاريس الجغرافية، أما مناخ مدينة غرينتش فهو معتدل نسبياً. ويعتبر توقيت غرينتش أشهر توقيت عالمي، ويعرف اختصاراً بالحروف الإنجليزية التالية GMT، والتي تشكل الحروف الأولى من الكلمات الإنجليزية Greenwich Mean Time. أما
سبب شهرة مدينة غرينتش فهو مرور خط غرينتش فيها، والذي يفصل ما بين قسميها الشرقي والغربي المرتبطين بشرق وغرب الكرة الأرضية، وأيضاً يستخدم في قياس خط طول الأرض. لذلك تعتبر مدينة غرينتش منطقة توقيت عالمي، والتي ترتبط كافة ساعات دول العالم بالفرق الزمني بينها وبين التوقيت العالمي لمدينة غرينتش، والتي تعتبر النقطة الصفر بالنسبة لعدد الساعات التي تفصل بين دول العالم. وصلنا تقريبا لنهايه حلقتنا لهذا اليوم، وايضا هي طبعا اخر حلقه في نهايه الاسبوع، وايضا اخر حلقه في اخر يوم من ايام العمل في نهايه السنه. يا منيه، بالتاكيد نقول لهم كل عام وانتم بخير مقدما في نهايه هذا العام. يمكن احنا بس حابين ننوه بان يعني ما شاء الله شايفين ان المطر برا وراح يستمر مثل ما توقعون خبر الارصاد الجويه الى تقريبا عصر هذا اليوم. راح يكون في توقف تالي يوم الجمعه. اليوم طبعا المطر ما زال ماشي، لان يعني احنا عارفين خلينا نقول تمدد المنخفض السوداني معنا، عشان كذي ورياح الكوز قاعد تسبب هذا المطر. بكره راح تكون رياح شماليه غربيه، بالتالي راح يكون في توقف للمطر مؤقت. يتوقع خبر الارصاد الجويه بان يوم السبت بالليل الاحد بالكثير راح يرجع المطر، ولو بيكون إن شاء الله بكمية أكبر من الكمية اللي موجودة عندنا. نعم، لكن هذه فرصة أن احنا نذكر السادة المشاهدين بأن توخي الحيطة والحذر في هذه الأيام، خصوصا في هذا الطقس من الحين لغاية يوم الأحد، لأن راح يكون في تذبذب في فرصة الأمطار، خصوصا اللي في البر، اللي بالكشتات، اللي في المخيمات، أو اللي راح يروحون الطريق الطويل صوب العبدلي والوفرة. خليهم يعني يكونون عندهم أكثر حيطة وحذر في هذه الأجواء الغير مستقرة. ولا ننسى بأن راح يكون في انخفاض أيضا في درجات الحرارة، وبالتالي خصوصا اللي طالعين الكشتة، اللي طالعين البر، اللي طالعين يمكن خلينا نقول المخيمات، يديرون بالهم بس ويتغطون وايد تمام. واكيد ان شاء الله باذن الله راح يعني يجدد لقاء معاكم باذن الله بعد العطله وفي بدايه السنه الجديده، ونرد نقول مره ثانيه كل عام وانتم بخير. وصلنا معكم الى ختام حلقتنا لهذا اليوم، نحن وانتم في امان الله، مع السلامه. مع السلامه.